اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك، ولما نقول خليها سمك اكيد بفكر تاني وبطعم تاني. معانا السمك الفيليه القشر البياض اللي هو خالي من الحسك او الشوك، هنعمله مشوي. مشاكلنا مع السمك الفيليه لما بنشويه يا شيف مغازي بيلزق مننا في الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه. هنشويه ازاي ويطلع معايا سليم ازاي وياخد فليفر الزبده مع الليمون؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. معانا جندوف الاسكندراني. الجندوف الاسكندراني مشهور في بعض المطاعم، بيتعمل بالتومه بالكزبره، بياخد الطعم بياخد كريمه. تعالوا نشوف نعمل شويه جندوفلي ازاي، ونتكلم عن الجندوفلي نخلص من الرمله والطينه اللي بتبقى موجوده، اللي ممكن واحده بس منه تعكر مزاجنا وتبوظ علينا قيمه ماليه كتيره قوي. الجندوفلي بتاعنا اللطيف الحلو ده كده. معانا تونه غنيه باوميجا 3، وكلنا عارفين التونه اكله المكرونه المشهوره بها الرجاله لما يخشوا المطبخ نتيجه العزوبيه، مسافر قاعد لوحده، فاسهل حاجه يجيبها علبتين تونه، يا اما ياكلهم بسلطه يا اما يعملها مكرونه. فتعالوا نعمل المكرونه النهارده بفكر مختلف، هنعملها مع الخضار، نشوف نعملها مع بعض ازاي، وهنستخدم المكرونه الاسباجيتي. مكرونه اسباجيتي بالتونه بالتاكيد مع المغازي لها طعم تاني. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره، والاكله النهارده طعم فوسفوري وشكل فوسفوري وقيمه غذائيه عاليه جدا، وخاصه اوميجا 3 اللي بتساعد على محاربه الزهايمر يعني النسيان. خلينا مع بعض نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف اكله سمك النهارده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. سمك فيليه قشر بياض مشوي. تعالوا نشوفه مع بعض هنشويه ازاي، ومشكلتنا مع الفيليه بيلزق في الطاسة وعلى الجريلا، وكمان ما بياخدش الطعم وساعات يبقى فيه زفارة. المقادير على الشاشة. سمك فيليه كمية حسب عدد أفراد الأسرة، ممكن كيلو نص كيلو، ممكن ربع كيلو، قطعتين، اشتري زي ما أنت عايز. ومعانا طبعا توم وعصير ليمون وزيت زيتون وزعتر وروزماري وزبده. هنشويه مع بعض ازاي؟ تعالوا مع بعض، سهله جدا خالص ونشوف مع بعض. اول حاجه بنتبل السمك الفيليه تتبيله قويه، ويقعد في المرينيه ده ساعه زمن. حلو الكلام. تعالوا نعمل المرينيه بتاعنا مع بعض. عصير ليمون، حلو كده زي الفل. بنحط عليه زيت زيتون، امال الزبده مكانها فين؟ الزبده دي هتتحط عليه بعد ما يستوي. بنعمل صوص زبده بالليمون كده بيبقى لطيف وجميل، بينزل على المشويات ياخد مستردة. والمقادير على الشاشه. سمك فيليه قشر بياض، زيت زيتون، زبده، زعتر، روزماري، ثوم، شوية الفلفل، شوية الزعتر، والزعتر بيدي فليفر حلو جدا في شوي الأسماك مع الروزماري. للأمانة كمان هحط شوية كركم، كركم صديق الأسماك، كركم بينقي الدم، مفيد جدا، ينشط الدورة الدموية، الفليفر بتاعه مميز. دي الخلطه بتاعتنا. ننزل بالثوم زي الفل، ومعانا شويه زعتر، ده زعتر روزماري ممكن تزرعيه في البلكونه عادي، بتشتريه من عند السوبر ماركت متواجد دلوقتي في كل مكان. يعني دايما تخلي مطبخك فيه الفليفر الحلو ده من الزعتر والروزماري، مهم جدا على فكره، سواء تعملي اسماك سواء تعملي اي اكل. والزعتر الطازه الفريش ده بيعجبني قوي على فكره، قوي في الطعم والفليفر، شخصيته قويه يعني. ده مهم جدا. شويه مكرونه حلوين ماشي، فراخ مشويه حلوه قوي، حته ستيك مشويه ماشي، ده زي الفل. دي التتبيله بتاعتنا الجميله. هنبدا ان احنا نقلبها كده، وناخد السمك الفيليه بتاعنا ده كده نغرقه فيها، يعوم فيها. حاجه كده توابل ما تلغيش ولا
تخلي طعم السمك تايه، نعرف اذا كان ده سمك فيليه، سمك فيليه بولتي، وهكذا. اهو تتبيله لطيفه زي الفل. نعوم السمك فيها كده، خدت لون ازاي؟ نفس القصه اهو، نفس الموضوع. في ايدك بقى تخليها سبايسي حسب الرغبه. وعلى فكره دايما الاسماك من الحاجات اللي هي السهله اللي تتسجل من اللي هي الاكل الصحي، يعني اللي عامل رجيم ياكل السمك ده عادي. وصلنا دكتور التغذيه في ان انا ما اكلش دهون او ان انا اكل مشويات، يبقى سمك فيليه. وفي الحاله دي مش هنستخدم الزبده في المقادير بتاعتنا، ولكن لازم نستخدم معلقتين من زيت الزيتون. السمك اتبل زي الفل معانا بالشكل ده كده، نبص عليه اهو. حلو، ده السمك الفيليه بتاعنا. عندنا جريلا سخنه شديده الحراره، بنعمل ايه يا عم الشيف في الجريلا دي؟ بنسيبها تسخن جامد. على فكره دي من عوامل نجاح اي مشوي بتعمليه، جريلا سخنه بتشوي برجر، بتشوي فراخ زي ما انت حابه، لازم الجريلا تكون سخنه. الفلفل ده كده عجبني قوي، باخده كده هيدي فليفر حلو مع السمك الفيليه. وفرصه ان الفيليه هنا بيتبل وياخد وقته في المرينيه بتاعه بيشرب منه. على فكره الانسجه بتاعه السمك من اسهل حاجه ان هي تاخد الطعم بسرعه، غير الفراخ غير اللحمه، يعني مش بنتبل شاورما احنا. الفلفل ده يتقطع كده، ناخده كده نقطعه ايه صغير. بناخد شويه الفلفل الحلوين دولت، رقم واحد طعم مميز قوي، رقم اتنين برزنتيشن كده في الايه، في عمليه الشوي الموضوع بيتغير على طول مباشره. حلو، عندنا الجريلا بتاعتنا سخنه، هناخد الجريل الحاجه بتاعتنا دي كده ونيجي هنا يا عم الشيف نشوي. خلي بالك، بسم الله الرحمن الرحيم. نشوي ازاي؟ هناخد كده شوية زعتر من دول، يعني انت برضو ممكن تعملي الحركات اللي بعملها دي، خلي بالك هي مش مكلفة. بحطهم هنا في قلب الطاسة، وبحط في الطاسة دي يا عم الشيف شوية زيت. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف، ونشوي مع بعض كده. الله، هو ده موضوع مختلف خالص. دي لها مكان بينا؟ لها مكان زي الفل. شوط الصوص دول اخليهم ياخد وقته السمك كده زي الفل. شفت الصورة حلوة ازاي؟ هي بتتكلم عن نفسها. الصورة دايما وابدا مع المبدعين تعني مليون كلمة، وخاصة على شاشة القناة الأولى. حلو، سيبها تاخد راحتها خالص، ما تقلبهوش دلوقتي. نضافة أول بأول معانا زي الفل. طيب على السمك الفيليه بتاعنا ما يستوي، مش هنقف جنبه، تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير المكرونة بالتونة تتعمل ازاي. ايه الصورة الحلوة دي؟ ايه الجمال ده؟ انا مش عايز ابعد عن الشاشة، صورة لها معاني كتيرة قوي على فكرة. بساطة، سهولة، مرونة، غير ان طبعا السمك الفيليه من الحاجات اللي بتناسب الاطفال وكمان كبار السن. مقادير المكرونه على الشاشه، مكرونه سباكيتي، انا حابب اعملها بالسباكيتي. معانا تونه، معانا شويه خضار متقطعين اذا كان كوسه ولا جزر بالشكل ده كده زي الفل، ومعانا زبده وتوم وبصل.
بسيطة جدا خالص. تاني هقول المقادير: تونة، علبتين تونة بتصفيهم من المية بتاعتهم، ومعانا جزر، ومعانا كوسة، ومعانا زبدة وتوم وكريمة لباني، ومعانا طبعا المكرونة الاسباجيتي. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة ببدأ بسلق المكرونة. سلق المكرونة ألف باء مطبخ، مغلي عليه زيت وشوية ملح، وحذاري إنك تنزلي بالمكرونة في مية مش بتغلي، لازم هتتكسر منك ويبقى شكلنا وحش. لازم تكون الماء بيغلى على النار في حالة سلق المكرونة. ليه يا عم الشيف؟ عشان المكرونة تبقى صحيحة معاكي وزي الفل، ونحتفظ بالنشويات بتاعتها، لأن المكرونة دي مش عشبة ولا هي مزروعة، دي متصنعة. غير الرز، الرز يمكن لو حطيتيه في مية باردة مفيش مشكلة، هيغلي مع المية وهيستوي. عكس المكرونة، عكس أي نوع مكرونة بتسلقيه لازم تكون المية بتغلي مخلوطة بالزيت والملح. هننزل بقى كده زي الفل. تمام كده المكرونة زي الفل على النار. طيب هنسيبها برضو براحتها. خطوات العمل يبقى واحدة واحدة كده مع بعض. نشوف السمك مع بعض نقلبه واحنا شغالين، عشان عندنا شوية ميريني ننزل بيهم تاني. احنا بدأنا بأول قطعة منين؟ هنا اهو. الله، حلو اوي اهو. الله اهو. نفس القصة اهو. من علامات ومن عوامل النجاح المشوي لازم تكون الجريلا سخنة. معانا بقية الميريني بتاعنا اللطيف ده كده، بناخده بننزل بيه على الشوي كده كمل سواه اهو. تقومي تعملي بقى، هناخد الطاسة دي زي ما هي كده أو الجريلا اللي بنشوي عليها، بندخلها الفرن. حلو الكلام؟ آه. والمكرونة بتستوي معايا. آه. زي الفل. إيه طريقة عمل المكرونة بالتونة يا عم الشيف؟ معانا تشكيلة من الخضار، ومعانا تونة، معانا بصل، جزر، كوسة، النوع الخضار اللي انت حباه ما عدا البطاطس. اي نوع خضار انت حباه في طبق المكرونه ده ما عدا البطاطس. والمكرونه هنا ما تستويش سوى كامل. ليه يا عم الشيف؟ علشان لما بتستوي نص سوى وتكمل سواها في المارينيه او الصلصه او الخلطه او التابعه له، سواء بولونيز سواء تونه سواء جمبري، بتاخد من الطعم. اما اذا نزلت بيها مستويه كامله وخلاص زي الفل، هنا خدت وقتها من السوى، فهي مش هتسحب الفليفر والطعم الانسجه بتاعتها. زي حبيت الرز بالظبط، سلقتيها في شوربه لحمه هيبقى الرز طعمه شوربه اللحمه، سلقتيه في شوربه فراخ هيبقى الرز بطعم شوربه الفراخ. بمناسبه طبعا قدوم السنه الهجريه، كل عام وحضراتكم بخير، وان شاء الله سنه كريمه علينا وسنه مباركه باذن الله تعالى على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وفي كل انحاء العالم. تعالوا مع بعض ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نعمل طبق مكرونة مشهور بالرجالة لما بيخشوا المطبخ نتيجة الغربة بتاعتهم ووضعهم الاجتماعي، قاعد لوحده حابب ياكل يخش المطبخ، فأسهل حاجة يعملها يا إما شوية كبدة اسكندراني يا إما مكرونة بالتونة. تعالوا نشوف الشيف المغازي يعملها إزاي بمدرسة جديدة خالص، أو هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل شوية مكرونة يستحقوا ان احنا نركز فيهم شوية ونعتمد على ان التونة
مصدر غني جدا لأوميجا 3 وغنية بالفسفور والكبريت والحديد وكل حاجة، ومعانا تشكيلة من الخضار إذا كان كوسة ولا جزر، زبدة، توم، بصل، زعتر، معلقة فلفلة حلوة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي. بس خلاص دي المكونات بتاعتنا، والمكرونة أعتقد إن هي كملت سواها نص سوا تقريبا عندي في الإيه في الحلة. حلو الكلام. طاسة على النار زي دي كده، بنحط فيها شوية زيت زيتون مع مكعب من الزبدة، حلو، واستنى على الزبدة كده لما تختفي خالص. بنزل ببصلية ناعمة وتومة ناعمة، حلو الكلام، بصلية بالشكل ده كده، فص توم، حلو، واسيبهم خالص على النار تقليبة صغيرة وانا شغال اهو بالشكل ده كده. ابدا ارص الخضار بتاعي، الكوسة اللطيفة دي. أنا عارف إنك بتحب الصورة الحلوة دي يا شفيق. آه. إيه اللي بتعمله ده يا شيف؟ دي خضار. هنخسر حاجة لو إحنا عملناه لوحة فنية؟ آه. وأسيبه على النار كده ياخد وقته في التسوية. قالوا الكلام؟ زي دي تشكيلة الخضار بتاعتي. معانا الروزماري ده على النار، حلو، ياخد وقته كده. معانا شوية شوربة، في شوربة عندك؟ اه، شوربة سلق المكرونة. اه الله، مدرسة بقى مدرسة. اه فقال بالطاسة، بسيب الخضار هنا، مجرد ما نزلت على الخضار بشوية شوربة، بس الشوربة دي يكون فيها ملح يعني بالشكل ده كده. اه خضار، انا المطلوب مني هنا ما يستويش سوى كامل، حلو تمام. عندي التونة اللطيفة دي، وده تونة موجودة في اي سوبر ماركت دون ذكر اسماء منها. اختاري نوع جيد يكون صحيح. لما تيجي تشتري التونه، نصيحه مني، تشتري التونه السليمه، ما تشتريش التونه المهروسه. حلو الكلام. اه ونهرسها كده. ايه اللي انت حطيته ده؟ دي معلقه فلفله حلوه. اه حطيت معلقه الفلفله الحلوه على التونه. حلو، ركزي معايا بس عشان الموضوع هنا ايه، بعمل لك طبق مكرونه مميز موسوعه. اه لا موجود لا في الكراس ولا في الكتاب. اه الخضار بيستوي على النار يا ست الكل، الخضار متقطع بطريقه فنيه وبيستوي على النار يا اختي. دي التونه وعليها ايه يا عم الشيف؟ فلفله حلوه. حلو، تحط على التونه دي شويه فلفل اسود، اه، وشويه زعتر. عندنا الخضار بيستوي، نقلب كده مع بعض اهو. آه. مكرونه بالتونه هي التركايه هنا. التقليبه دي مطلوبه اهو، لسه ما خلصتش. اهو تمام زي الفل. شويه كريمه لباني، اوبا، الشيف بيجود النهارده على المكرونه، واضح ان الشيف بيحبها. لسه ما خلصتش. شويه شوربه من سلق المكرونه، ونقلب الايه الحدوته دي تاني.
والله العظيم. شفتي بقى الخريطه ده؟ يعني دي دي هي كده جاهزه، كريمة لباني نزل عليها شوربه مغليه، ايا كان بقى الشوربه، طبعا مش شوربه فراخ ولا لحمه، يعني شوربه بوكيه جارنيه، شوربه المكرونه اللي انا سلقتها اهو، حلو جاهزه، وعنده الخضار جاهز بالشكل ده كده. وسيم المكرونه اخبارها ايه؟ جاهزه معانا اهي، طاسه على النار، ركز بقى عشان هي التركايه، بنحط في الطاسه دي شويه زيت، حلو زيت زيتون كده بكثافه عاديه اهو زي الفل، تمام، واستنى عليه لما يسخن جيدا، يسخن زيت الزيتون جيدا حلو والمكرونه عندي جاهزه مع زيت الزيتون اللي بيسخن جيدا ده، بنحط شويه شبت الحرامي ده صغيرين كده، الله، اصبح ان زيت الزيتون مع الزبده خد في ليفر ايه يا فلاسفه، خد في ليفر الشبت، سنه الشبت اللي حطيتها دي لها دور كبير جدا حلو الكلام، هو ده هو الشبت بيسرق الطعم ايوه حلو. ناخد المكرونه بتاعتنا الجميله الحلوه تنزل هنا، عيني اهو باي باي، ايه الجمال ده يا عم الشيخ، دي المكرونه جاهزه على فكره، هو ده طبق جاهز للاكل كده، انا شخصيا بحبها كده، بحب اكل مكرونه والله باكلها كده، ممكن مع صدر فرخ مشوي زي الفل كده، لغايه دلوقتي احنا فاهمين انت بتعمل ايه يا عم الشيخ وعندنا الخضار، بناخد الخضار ده كده، دي التونه، شفت الشقاوة دي، شفت الروقان ده، ده تونه، واسيبها كده واستاذن حضراتكم، نروح مشوار مع بعض، فاصل صغير باللي انا عملته ده كده، ونسيب العشق ده، نسيب الحب ده، نسيب الروقان ده كده على النار، وناخد بعدنا نطلع فاصل صغير، ونرجع نشوف ازاي نغرف لوحة فنية بتكاليف قليلة جدا في متناول الجميع، علبة تونة، كوسة وجزر، وكيس سباكيت، حلو الكلام؟ اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق مكرونه، واحنا طبق المكرونه ده مجودين عليه في الشغل لسبب واحد، هي طلعت نزلت مكرونه بالتونه، ولكن احنا بندور على طريقه التنفيذ وطريقه الاعداد وكمان القيمه الغذائيه. مكرونه بالتونه حولتها لتشكيله من الخضار مع الفليفر، الخضار مستوي، طبعا انا لما نزلت بالتونه ما قلبتهاش، خليتها بالشكل ده كده عشان نشوف هنغرفها ازاي في الاخر. معانا المكرونه جاهزه مخلوطه بزيت زيتون وزبده وسنه شبت صغيره. تعالوا نغرف الطبق ده كده مع بعض واحنا شغالين. اللهم صل على النبي. نجيب السرفيس ده كده على شكل سمكه، وبنغرف المكرونه هنا
الله الشكل ده كده حلو. معايا تشكيله من الخضار زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي، بغرف كده مع بعض اهو. عندنا هنا مع بعض دي المكرونه، هتقولي خدت من الشيف وقت كبير، حضراتكم انتوا شايفين الصوره على الشاشه، قولي لي تستحق ام لا تستحق. مكرونه بالتونه فيها الخضار بتفاصيله، فيها طعم التونه، عجبني قوي الكوسه مع الجزر، في بينهم حاله حب، الجزر مش مع البسله وبس، كمان مع الكوسه له شخصيه، بس لازم يتقطع بالشكل الطريقه دي. المصطلح ده اسمه زي الفل، الطريقه دي اسمها في المصطلح العلمي الطهوي جوليان شرايح، انا بقولها بالمصطلحات اللي تتسمع او تتفهم لكل اللي بيسمعوني. بنقطعه بالشكل ده كده، وسلقنا المكرونه وحطيناه وغرفناه بالشكل ده كده. تعالوا مع بعض نطلع السمك الفيليه بتاعنا من النار، وهنعمل شويه جندوفلي دلوقتي كمان. الله، ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده. ده السمك الفيليه بتاعنا، شوف الحلاوه دي كده، بص عليها. معانا زبده، حلو، ونحط على الزبده دي شويه زيت زيتون، ده بقى الطعم. الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، حلو اهو. بنحط عليه شويه، ايوه، عصير ليمون، شويه عصير ليمون، بناخد ده كده، الله عليك يا عم الشيف، خلص السمك. تعالوا نعمل مع بعض الجندوف الاسكندراني. ازاي نعمل شويه جندوف الاسكندراني مع بعض؟ بطريقه بسيطه وسهله، ونتلاشى مشاكل الجندوفلي مع مقفول مفتوح الرمله، نتيجه طبعا الجندوفلي دايما بيكون مجاور للرمله، فلازم ده يتحط في ميه مالحه لغايه لما يبخ رملته، وبعدين نتخلص من الرمله. نعرف ازاي؟ زي الفل تمام، بنحطه طبعا في ميه، الغطسانه يبقى فيها رمله، والسليمه بتبقى عايمه على الوش. حلو الكلام؟ ادي الجندوفلي بتاعنا جاهز في طاسه دي زي دي كده، ده سريع ما بياخدش 3 دقايق على النار في السوا. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحط معلقتين من الزيت معاهم مكعب زبده مع فص ثوم وبقدونس وكزبره خضراء. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ثوم، كزبره خضراء، ننزل بالجندوفلي بتاعنا، ايه الحلاوه، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، هو ده. خلاص مهم جدا الجندوفلي ده ينزل على طاسه شديده الحراره، هو على النار كده بنسيبه ياخد التوابل بتاعته. الجندوفلي بريء من الكمون، بريء من الكزبره الناشفه، ده عايز رشه ملح، رشه فلفل اسود، والكزبره الخضراء، والتومه، والمعلقه الكريمه اللباني لتثبيت التوبنج داخل الجندوفلي. بس خلاص بنقلبهم مع بعض تاني. خلص كده يا شيف، خلص كده. ده الجندوفلي الاسكندراني. الله. طبعا لحضراتكم لازم تعرفوا ان الجندوفلي ده ممكن يتاكل ني مع عصره ليمون ورشه
فلفل على الحبايه اللي جوه دي كده اللي انا هجيبها لمخرجنا الجميل دي كده. شوف مخرجنا اهي الفص اللي جوه ده، على فكره الجندوفلي لو حي وشايفينه طالع اخواننا في اسكندريه في الساحل في كل منطقه، ده بيتاكل ني، رشه عصره الليمون بالليمونه ويتاكل ني. انا شخصيا بحبه ني بس لازم يكون صاحي. لو زي بالشكل ده كده يتعمل ايه؟ في الطاسه. وجبنا الخلاصه، الجندوفلي هنا جاهز، تعال نغرفه مع بعض. يا نعم. السؤال جالنا على السوشيال ميديا، نحط صوص الليمون اللي انا حطيته على السمك ممكن نحط مكانه عصير برتقال؟ ممكن، اللي احنا حابينه مفيش اي مشكله. الجندوفلي جاهز هنا، نغرفه مع بعض سريعا. الجندوفلي يا اختي ما يتحطش على النار كتير عشان اللحمه اللي جواه تبقى حيه. الله، شويه الصلصه دول مهمين. ألف هنا وشفا للي أزأز جندوفلي. خلص حلقة النهاردة، بساطة سهولة مرونة، خليها سمك النهاردة بطريقة بسيطة بتكلفة قليلة. علبة التونة في متناول الجميع، هتلاقيها في درج التلاجة سايباها ونسياها. كيس مكرونة سباكيتي جبتيه، شوية كوسة مع شوية جزر، عملنا لوحة فنية. عندنا شوية الجندوفلي الحلوين، نزلنا على حلقة السمك جبناهم، معلقة زيت زيتون مكعب من الزبدة، عملنا شوية جندوفلي. الأطفال بيحبوه، الكبار بيحبوه، حاجة لطيفة وجميلة، وعلى فكرة ما فيهوش منه مشاكل، هو آمن يعني ما فيهوش لا شوك ولا أي حاجة. معانا بقى السمك الفيليه الجميل اللي قدام حضراتكم ده كده، حاجة لطيفة وجميلة. عايز ده شوية الرز البسمتي اللي من غير أي توابل، ودي الأكلة بتاعته والعدل بتاعه. أو تعمليه سندوتشات لأولادك في العيش الكايزر أو العيش البتيبان عادي مع المايونيز أو مع التومية أو الكاتشب. دي الطريقة اللي ممكن نقدم بيها السمك الفيليه. قصة إن إحنا نقدم مع السمك الفيليه بقى خضار سوتيه والجو ده كده، ده رايح في سكة تانية. في قطعتين من السمك الفيليه شويناهم بطريقة لطيفة، هنا السمكاية شربانة من البيون أو الفليفر أو الميريني اللي أنا تبلته فيه. بساطة سهولة مرونة، بنشوفها كل يوم على شاشة القناة الأولى، مش حرمينكم من حاجة، احلموا بس. حطوا آراءكم على السوشيال ميديا على الصفحة الرسمية للقناة الأولى، صفحة أكلة أمي، تابعونا شوفوا عايزين إيه، وإحنا نعمله لحضراتكم تاني يوم مباشرة على طول. يعني نعمل الحاجة بطريقة بسيطة وسهلة لكل اللي بيشوفونا، مش قصة تكلفة أو غير تكلفة، قصة إن إحنا نعمل شكل جديد بأقل تكلفة ممكنة ولكن كمان طعم جديد. رؤية، فن، إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.